المرة اللي فاتت عملت لكم فلوج لما عينوني كسفيرة ديجيتال لكوريا الجنوبية ضمن 14 شخص جامدين تانيين. نخش بقى لما تعزمنا كلنا في بيت السفير على العشاء. بداية كده تلات ارباعنا اتأخر لان احنا اتحشرنا في الطريق صراحة من الزحمة، بس السفير استنانا وبعدين استقبلنا احسن استقبال وبكل حب وود. قال البيت بيتكو يا جماعة، بما اننا اهل مش لازم اخطب كل شوية. ووسط الانجليش والكوري اللي بيتكلم بيه قال لنا جملة غريبة جدا. مبسوط جدا اني معاكم ان انا ابقى في بيتي. مبسوط جدا اني معاكم ان انا ابقى في بيتي. بالاضافه انه قعد يقول لنا انه فرحان قوي انه وصل على تويتر 6000 متابع مقارنه بسفراء الدول الاخرى في مصر، فقال لنا ان سويسرا عندها حوالي 4000 متابع. يس انا اكتر. checking the out of Switzerland, 4,000. إنما ألمانيا في 20,000 والولايات المتحدة حوالي 160,000 معديين، وسافرهم كل ما يشوفه بيذلوا بالمتابعين. checking Germany, 20,000. And the United States, how many do you guess? United States. 160,000. My friend Jonathan Coyne is always bringing a number of his followers in front of me. وانا طبعا ما يرضينيش ان حد يعايره بما انه عشاني، فحط لكم لينك تويتر بتاعه في الوصف تحت للي يحب يتابعه. بس لو دخلتوا له يا جماعه ما تنسوش تقولوا له ان انتوا جايين من عند لبنى ودينا، مش عشان لا سمح الله يعني يسهل لنا اجراءات السفر والفيزا ونسافر بسهوله على حسابنا، ابدا، عشان اتعشينا عنده طبعا. احنا اصلا كسفره ما بنفكرش في الحاجات دي نهائي، ما بتجيش في بالنا حتى. المهم شفنا هناك برضو الاستاذ سامي رشاد اللي طلع في برامج كورية زي سوبر تي في مع سوبر جونيور، وطلع في برنامج تاني اسمه القمة الغير عادية، وكان بيمثل مصر. مبدئيا كده قبل ما نتعشى اول كلمة قالها يا معالي السفير وسط الجماهير الغفيرة اللي موجودة، انت الوحيد اللي شايفه وكأننا ديكورات في المكان. والحقيقة هو شخص مجتهد جدا، ضليع في الإنجليزية، فحيد في اللغة الكورية، عميق الشخصية، وتو ماتش مثقف، فقال يفرض عضلاته علينا ويعمل مسابقة أسئلة على أساس إن إحنا بيهمنا. كان أول سؤال مش أذكر خمس محافظات في كوريا، لا أذكر إيه أكبر خمس محافظات في كوريا، فلقى صحراء مفيش ردة فعل. وهو أصلا لو سألنا إيه أكبر المحافظات في مصر ما هنعرف، إحنا حافظين اسمنا الخماسي بالعافية. وبعدين مثلا إيه المستفاد من المعلومة؟ هل مساحة الشقة اللي هنأجرها لما نسافر معتمدة على مساحة المدينة؟ المهم تاني سؤال كان تعجيزي أكتر عشان يعلم علينا قدام السفير، اللي هو أذكر ألوان خطوط السبواي في كوريا وأرقامهم. طب سفرونا الأول ونقول لكم على طول. وكان في أسئلة جميلة تانية بس أنا مش فاكراها الحقيقة. عقبال يا جماعة ما سافر وعد أتنطط عليكم. والحقيقة هو إنسان ليه حضور عالي جدا ومرح، كان محل الأجواء امبارح. نيجي بقى على اهم حاجة وهي العشاء. كان في سفرة كبيرة فيها اكل كتير، اللي هو نملي معدتنا على قد ما نقدر، وانا اموت في الاوبن بوفيه، بس كنت حاسة ان الاكل فيه روح مصرية. هو كوري بس اعتقد ان الطباخ مصري. وفي نهاية اليوم واحنا مروحين خدنا هدايا. اولا كده قبل ما اوريها لكم تقولوا ما شاء الله عشان انا اكتر واحدة بتخاف من الحسد. هما كانوا علبتين، واحدة فيها البادج اللي احنا بنعلقه على رقبتنا ونحط فيه الكارت، هو ده بس من غير كارت. والعلبة التانية كان فيها نفس المج اللي خدته المرة اللي فاتت، كوبايتين كمان واعمل طقم اشيله لجهازي. وانا قلت الصراحة اتأمل فيه، اكيد في سر قومي ليه علاقة بكوريا عشان اخده كل مرة. فبقرب كده لقيت كلمة اليابان هتعمي عيني، وكوريا في الزاوية كده منبوذة. ليه؟ مش عارفة، كبروها شوية، احنا مش بنعمل دعاية لليابان. وفي الاخر احب اقول ان اليوم كان لطيف جدا وجميل واتبسطنا كلنا. في حاجة تانية ما قلتلكمش عليها، كان في حدث تاني حضرته عاملين فيه احصائيات ودراسات ملخصها ان الشعب المصري عنده فكرة ايجابية عن كوريا بس محتاج توعية اكتر. طب سفرونا، يعني ايه اللي هيحصل لو انا ومجموعة السفرة يعملولنا رحلة جماعية نصور ونعمل برامج ونبقى تيم وورك هايل وعلى حسابنا، بس يسهلوا لنا اجراءات السفر، ومثلا اي حد فينا عنده متابعين يطلعوا ناس منهم
السفرية كترويج لثقافتهم أو يدوهم حاجة من ريحة كوريا. بالإضافة أن في ناس كتيرة تستاهل تتكرم لأنهم بجد بيحبوا كوريا، بيعملوا لها دعاية بدون مقابل زي القائمين على جروبات وصفحات مثلا زربة الكدراما، كنتانا بالعربي، أوباتي، كي بوب ميكس، وفي غيرهم صفحات ناس حلوة كتير يستاهلوا. احنا سألناهم قبل كده عن إمكانيات السفر، قالولنا ان حاليا صعبة عشان الكورونا. السنة الجاية ان شاء الله، السنة الجاية دي اللي هي من بداية شهر 1. هانت انتظرنا كتير، ما فضلش غير اللي اكتر منه. واخيرا الفيديو الجاي هقول الرسائل والاسامي عشان لسه هقرا الكومنتات بتاعة الفيديو اللي فات. وكانت معكم لبنى ماجد ودينا عويضة من قناة كوريا انيو.